هذه يوتيوب على الانبوت داتا. الانبوت داتا راح تشمل عندي بيانات الويل اللي هي ويل لوكيشن ويل توكس والويل لوكس. اوكي واعتاز الماب. هاي اول خطوه اللي هي انبوت. اهم خطوه في بناء الموديل الجيولوجي هو الانبوت داتا. اذا الانبوت داتا مالت صحيحه وتقسيم صحيح والويل توبس صحيحه بقيه الخطوات كلها حتكون عندكم صحيحه وما تواجهون مشاكل بعدين، لان مشكله بالجيولوجيكال موديل ما تقدر ترجع، كل ما ترجع تعيد الخطوات. فتركز منها حتى تمشي الخطوات هذه. اول شيء الويلز، بالويلز نعتاز اللوكيشن اللي هي شطهم اكس واي والمجر ديب. اعتاز الويل توب واعتاز الويل لوك. اوكي المابس، هاي المابس معروفه. بعدين الخطوه الثانيه ورا ما سويت الانبوت لحد السيرفس. السيرفس ماخوذه من المابس بعد ما سويت له كولوريت ويا الويل لوكس ويا الويل توبس، تاكدت من عدد لحدني مابس. المابس شو اقصد بيها؟ اللي هي كونتور مابس. اوكي؟ بعدين ورا المابس راح اسوي زوم. اقسمها. من راح اقسم زون راح اسوي زون راح تصير عندي 3 دي بلوك بهالصوره هذه. هاي الصورة حتكون قسمة حسب الويل توبس والماب. فمثلا هاي الطبقة حسميها ام اي، هاي ام بي 1، هاي ام سي مثلا، وهكذا حسب الطبقات اللي عندكم. هاي وين؟ بالزوم صار عندي مكعب. بعدين الحش شو راح اسوي؟ راح اسوي جريد، جريدنج. اوكي بالجريدنج راح اقسمها الى مكعبات صغار. المكعب راح يحتوي على الويل اللي ماخوذ من الويل لوكيشن. بعدين صار عندي مكعبات. بعدين راح اسوي ديستربيوشن المن البروبرتيز. اوكي يعني شنو ديستربيوشن البروبرتيز؟ يعني اللي فسرته بالاي بي راح اجيبه اوزع على الجريدات اللي عندي من اس دبليو فاي فاي فاكتور، راح اوزعهم على الجريد. من توزعت عندي الخارطه واصبح عندي الجريد كامل والمواصفات موجوده راح اقدر احسب اويل انيشال ان بليس. هذا هو الستاتيك موديل. من راح نفوت بعدين دايناميك موديل راح ندخل بيانات البرودكشن في سبيل اشتغل دايناميك موديل. هسه هذا هو الجيولوجيكال موديل اللي هنا. طبعا اكو بعض خطوات بس يعني اللي يطبون بالجيولوجي مثلا فيشز موديلنج او توزيع الخواص يعني الفيشز راح تكون هنا. سيدمنتولوجي ايضا راح اكو طرق، لكن احنا هذا اللي راح نشتغله هنا. زين شلون راح ابدي؟ اول شيء راح نبدي بالانبوت. بالانبوت داتا برنامج، افتح البرنامج فايل. الفايل مسميه ويل بوزيشن
شلون مرتب الفايل؟ انتبهوا على ترتيب الفايل لانه هو اهم شيء. هو النيم سيرفيس اكس سيرفيس واي الكالبوشينج والام دي. اعتقد هاي كلها عندكم. فهاي الام دي ما شنو؟ الام دي تي يعني اعمق شيء وصل له بالحفر البير. من وين؟ بالفايل ورد. من وين يعني من يعمق؟ من اخر عمق وصل له. من سيرفيس لو من كالبوشينج. لا مجر ديبث. مجر ديبث يعني محسوب كله. يعني الكالبوشينج؟ لا مو من الكالبوشينج كل توتال مجر ديبث. كل شو انتبهوا على هذه النقطة. كل البيانات اللي تجي من حقل هي ام دي. يعني ما طارح الكالبوشينج. كل بيانات اللي تجي. تقصد الريفرنس. الريفرنس مو من الكالبوشينج كل هذا توتال مجر ديبث. يعني لازم تطرح من الكالبوشنج حتى يصير تي في دي. في حال انه تطارح الكالبوشنج الدبث مالتك، اذا مسويت كالبوشنج طارحه الدبث هذا الفيرتيكال لاين فيرتيكال شيل الكالبوشنج اذا انت طارح الطين. يعني مثلا مشرف عنقك مثلا الفين تريد مثلا مسوي معادله مسوي معادله اوكي لا مو معادله لا 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 اسمح هسه هذا البير اوكي هذا الكالبوشنج اوكي وهذا نازل هنا ماشي المجر دي هو كله منا اوكي التي في دي راح تكون منا لهنا صحيح اذا بس هذا الكلبوشن صحيح زين انا ايش راح اسوي لهنا راح اطي له المجر دي واطي له الكلبوشن وبعد هو راح يشتغل طلع لي تي في دي اس اس طلع لي تي في دي وهكذا يعني هو يشتغل ما هو يشتغل بس مجرد تطيل مجرد والكشف بس الترتيب بهاي الصوره واهم شيء اسماء الابار راح تحافظون عليها كل الانبوت اللي بعدين وراها اسم البير يبقى نفس الاسم يعني سمول لتر داش واحد يبقى نفسه مجرد ما تغير الاسم البرنامج راح يفتهمه غير بير فتحافظ على نفس الاسماء اوكي لنا زين لحد يسيف لك تكست فايل ويصير بها الصورة هاي اوكي لحد على البتر اروح على شيء اسمه insert new wells folder لحد يطلع عندي هنا wells بيها واي اوبشنال انا ما لي علاقه بيها مجرد اوقف على الويل رايت كليك اسوي له امبورت واروح وين هنا اختار هذا راح اختار ويل هيدرز تبع الاختيار هذا ويل هيدرز واختار هنا اللي حولته انا الى تكست وبلا اوكي راح نفتح هذا الويندوز بالويندوز راح يقول لاين نمبر 1 فيها الاسم عن التايتل فأنا هنا شو أقول له؟ أقول له هذا رقم واحد هذا رقم واحد حتى نمبر اوف هيدر واحد حتى من يبدي يقرأ من نمبر اثنين أول كولوم هو شنو؟ النيم صحيح النيم ثاني كولوم الاكس هاي من هنا أحوله إلى شنو؟ اكس ثاني ثالث كولوم الواي وهكذا الواي بعدين شنو؟ كالبوشينج شو بقى عندي؟ هذا ما اريده. اسوي عليه كليك سيلكت واروح على هذا الاوبشن اللي كنت بقوله. اوكي فورم. راسا الفتحه داخل الويل الابار مالتي كلها. فانتوا ايش راح تسوون؟ راح تاخذون كل اباركم سووها شلون هاي الليسته وتنزلوها هنا. صارت كل الامر زين شلون استعرضها مجرد ما افتح كليك على الويلز واروح على هذه حتى اشوف كلهم بينهم هذا هنا هسه الاستعراض هذا يسموه 3 دي ويندو زين انا اريد استعرضه 2 يعني مجرد اشوفه من توب فيو شلون اروح على ويندوز 2 دي ويندوز واقول له ويلز
هالمرة 2 دي ويندوز. اوكي اقدر اشوفها بهالصوره زين، اقدر اشوفها بصوره ثانيه واللي هي جدا مهمه لانه كلها نيو. شوف الساعه انا استخدمت اول واحد 2 و 3 وهسه حستخدم منه ماب ويندو. بالماب ويندو هاي كلش مهمه ماب ويندو، ليش؟ لان حيصير عندك الاكس احداث الاكس واحداث الواي، راح تقدر تتاكد انه هذا اللوكيشن اللي انت محمله صحيح هذا البير او خطا حتى تشيك. ليش؟ لانه مرات خاصه ان انتم عندكم اربع حقول او خمسه اربع حقول، يجي هذا البير مدخل الاكس بمكان الواي، راح يشمر هذا البير وين يروح؟ خارج الخارطه او يروح على غير حقل، فتشيك الاكس وتشيك الواي. انتهينا من اول ها هنا راح تلقى هنا ويندوز، كل الويندوز اللي مفتوحه اللي ممكن تستعرض تلقاها هنا، فراح اغلقها واشتغل على 3D ويندوز. هاي 3D ويندوز هسه انتهينا من اول انبوت اللي هو الويب. ثاني انبوت شنو؟ الويب توبس. الويب توبس هذا راح تشتغلون عليه. ايش قسمتوا؟ الويب توبس اسم البير، اسم السيرفس سويته، الاكس الواي هذا زد اوبشن ممكن تخليه ممكن لا، والمجال ديتا. هنا من اللي حتقسم حسب ما افتهمت من الشعبه قبلكم انه عندكم بيها واي مشاكل تقسيم. ترتبوا اسم البير الطبقه زين، انتم شو قد مقسمين الحقول مالتكم؟ ايش كم طبقه؟ كل واحد مقسم حسب التقسيم مالته اللي هو مقسم، بعضكم مقسم ثلاثه، بعضكم تشوز مقسم اربعه، عشرة. زين، شلون راح يكون تقسيمكم بهالصوره؟ هذا البير وهذا البير، وانتم مقسمين بهالصوره هاي، صحيح؟ الطبقات الموجودة بهذا البير لازم نفسها موجودة بهذا البير ونفسها موجودة بالآبار البقية. ليش؟ حتى من يجي تجي الخارطة توقع على كل الطبقات الموجودة. فلازم مثلا إذا البير الأول مقسمين ثلاث أقسام، البير الثاني شقد؟ وهكذا كلهن ثلاثة. الأسماء ما تختلف، يعني ام اي توب مالتهم كلهن ام اي توب، حتى ما تختلف لا بسمول لتر ولا بكابتل لتر. الام بي وهكذا، فكلهن متساوي الاسماء. بعض الطلاب ذيك الشعبه ما ادري انتم صارت عندكم هاي المشكله، قالوا عندنا ميسنج ديتا. شلون صارت هاي المشكله؟ يعني شلون مثل هذه هسه مثلا عندك لوج هنا وهنا، خلينا نقول يعني عندك مثلا لوج هنا ورا صار عندك ميسنج ورا رجع اللوج. بعد ميسنج بشنو؟ كانما مو موجود. زين، يعني تقصدين انت بحالتك انه عندكم كبيره ماكو تشابه. هاي هنا خلينا نقول صاعد شويه، هنا ماكو مستمر كله هيك. وهاي شو زين انت شو مقسمه هذا بالفاينل جولد ابو عمود ما مقسمه؟ ما موجوده، فانت لازم تقسموها حسب البتروفيزيكال. وما عندكم يعني هاي الطبقه ما امامها طبقه ثانيه. صار اي هاي الطبقه اللي انت تستنين على اكثر من باراميتر كمان، يعني البروسيتي تروحين تشيكين مثلا ريزستيفيتي،
تشيكين الاس دبليو تشيكين الفيشر وطي تشيكين اللوج داتا موجود عندي ناحيه بوروسيتي. احتمال الثاني انه الثيكنس مال الطبقه احتمال هذا الويل الثيكنس مالته راح يكون اقوى ذاك الويل الثاني الثيكنس مالته صار اكثر فبالتالي هذا الفاريشن ممكن يصير بس كاين يونتات لازم تكون عادتنا اربع لازم تكون اربع لا بس يعني شلون مقسم العدد هو هذا ابو عمود ابو عمود ايش كم قسم قسمته خمس اقسام زين وهاي الخمس اقسام كلها ما موجودات بذنيتش لا بس بس وحده ما بس وحده يعني خلينا نقول على فرض حسب مداري اريد افتهم الفكره يعني خلينا افرض انه هنا بين عندي طبقه خلينا نسميها ام هي خمسة أبار موجودة واحد من الأبار ما طلع فيه داتا احنا ماشي بس تعرفين الطبقة الجواش يعني هنا ام اي واضحه هنا ام اي مو واضحه بس بعدين الام بي مبينه هنا الام بي مبينه ماشي اوكي اذا نعوف هنا هاي لا تسميها يعني ممكن لا احنا سويت نفس الشيء لا وبعدين بالموديل صار عندنا مشاكل ممكن في افضل كورليشن غير اضافه دا كل آبار شوفين مقابلهم فالكوريشن هاي يمكن عندكم بالدجيرة راح تواجهون ايش مشكلة انت ما راح تقدر اصلا تميز بيناتهم لان اللوج داتا ما عندك كور داتا فبعد حالة شلون حتقدر تسويها عندك آبارات الموجودة هي هاي الفكرة مالت الكوريشن انه انا سويت مثلا بير فلان اعرف التقسيم مالته شلون صاير احاول ان اسوي فد ماتشنج ويا اللوج داتا الموجودة عندي حتى لو مو واضحة كلش بس المهم فد اسوي فد اكستنشن له هو نفس الفيدرال اصلا حين يسوي فد اكستنشن منين راح يشتغل بالسالفة فهي هنا تتواتي انه لا ما عندك شيء واضح تحاولين الكوريليشن الابار القريبة يعني السنان ابو عبود الغربي مثلا خمس ابار ما معقولة خمس ابار كل ما ضايع فدك استنشن بيه يجوز واحد ما راح يطلع فيه واضح انت ما حاول تستندين على الابار الخمسة الموجودة تحاولين تربطين بينها واضح وضحك؟ اكو سؤال بعد؟ يعني هانت راح تواجهون فيه واي مشاكل اللي عنده سؤال بباله يسأل هسه حتى نحله كل وحدات لازم تساوي الزونات بشكل عام يعني حدد نفس الريفرنس عليه يعني لا شوف خلي اعلمكم بالطريقه شوف شو تسوي وياي شوف شو تسوي اول فقره تسويها حتى تقسم الطبقات انت ماخذ سوي كولوريشن ماخذ كروس سكشن بالكروس سكشن مثلا خلينا نقول نزلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أول ما أبدي حتى للتسهيل لكم أول ما أبدي أريد أقسمه روح الفاينل جيولوجيكال ريبورت الحين نزل لي هنا توب هنا توب هنا توب هنا توب لأن 100% الطبقة اللي اخترقت هذا البير اللي هي أم أي لابد مخترقة هذا البير لابد مخترقة هذا البير مخترقة هذا البير زين بعدين راح أنزل كل التوبات اللي عندي بالفاينل جيولوجيكال ريبورت انتهينا من هذا صارت عندي هسه صوره انه انا اذا حاشتغل ام اي هنا ما اطلع فوق ولا انزل جوا زين ما عندي توبات واحده من جوا الغيه هسه حاليا مبدئيا الغيه خلي اقسم وشي وافتهم انا شنو التركيبه اللي عندي بعدين اجي على هالاساس اللي هو انا عندي دليل عليه أبدي أقسم بقية الآبار فأنا من قسمت هنا بني الـ MA خلينا نقول بس ثلاثة MA MB MC وهنا MB MC هنا هذا ما عندي بعدين أجي أشوف الـ MA أقدر أقسمها خلينا نقول اثنين قسمت اثنين على أي أساس؟ على أساس مثلاً porosity جيت هنا؟ أوكي نشف الأمور ما شفت هذا زين جيت مرة ثانية شفت بيها مجال أقسمها على أساس مثلاً الريزستيفيتي مثلاً على أساس الريزستيفيتي قسمتها صار عندي بعد ورا ما قسمت وأصبح عندي أنه أنا دا أشوف أنه تقسيمه أصبح
يعني منطقي واوكي ماشي. بعدين اجي للبير اللي ما عندي معلومات. اول فقره احاول اسوي اشوف هذا انا على اي اساس ماخذ هذا التوب، احاول القى هذا الاساس هنا. بعدين اجي اشوف هذا اللي قسمته على الفايل اقدر القاه هنا لو ما اقدر القاه هنا. اذا ما قدرت القاه هنا اعوفه، احاول اشوف اللي عندي اقدر اكمش بيه كم شيء يعني. فاقسم على هالاساس. من صارت عندي التقسيمات واضحه، انا احاول اسحب من التقسيمات على الابار اللي ما عندي بيها معلومات. ماشي؟ صارت عندي التقسيم واضح، بس بالمحصله النهائيه انت تقدر شو تسوي؟ انا اقدر اقول لكم يا بسوي لك سووا بنش اوت، يعني هذا من التوب اللي ويا هذا ما صار ما عندي هذه الطبقه. بس بعدين من راح نسوي موديل جيولوجي نقدر نريد نسوي زون راح تواجهون بيه مشاكل كلش بوجهكم وصعبه. فدائما حاولوا الطبقات الموجوده هنا موجوده هنا موجوده هنا موجوده هنا حتى ما تواجهون مشاكل. نعم ممكن الطبقه صحيح بس لازم بالجهاز كارد بورد يطيقها بفرد انكم فرمي كصائر يعني اذا ما معقول ان الجهاز كارد بورد من يحفر لازم يطيق اندكيشن انا طبقه اختفى من عندي هاي بالجهاز كارد بورد اذا ما عندك هيج ايفيدنس فما تقدر تقول انا ينفع عندي الكونفورمتي الكونفورمتي مو سهله لا استاذ محمد العفو حكيك صحيح ليش؟ لانه بالجيولوجيكال ريبورت قد وهي واضح لانه البوروسيتي هنا عالي والفوروستي هنا عالية وهنا عالية وهنا عالية فهو مقسمه بس انت حسب تقسيمك رجعتي شفت الريزستيفيتي انه هنا انا ووتر زون هنا ووتر هنا كلها ووتر زون فاختفت الاويل مثلا انت كمهندسة نفط مو جيولوجية لح تقولين ها صار عندي بنش اوت راحت بس ابو الجيولوجي شو يعتبره موجود لان ابو الجيولوجي يعني دونت كير فما يهمني زين بس انا ما اريدكم تفوتون بهيك مشكله، ليش؟ لان راح تواجهين مشاكل بعدين وين؟ بالجواز. فحاولي دائما تلقين ابار او تشابه بين كل الابار في سبيل تتفادين هاي المشكله. اوكي؟ اكو مشكله؟ نعم. استاذ يعني جيولوجي روبوت هي مو كل الوحدات مطينا اياها، يعني مثلا العماره مطينا وحدتين مو غطية كل المشرف يعني وصل 330 متر 42 متر بس وحدات. إيه هسه بهالحالة رح نرجع لهذا الكلام. أنا أقسم الوحدات اللي عندي مبدئيا. يعني رح أصير 42 متر من أصل 350. أوكي هذه المثبتة عندك يعني اللي عندك عليها ريكورد مسجل. إيه هاي بالعمارة. تهينا زين وبقية الأبار عندك ريكورد إنه أكو طبقات جو شلون؟ تسيرك انت شو عندك اللي فيها 47 متر؟ العمارة العمارة خلينا نفرض هذا العمارة اوكي؟ زين مو عندي مثلا مو عندي كويت؟ بس اثنين كويت بس اثنين هم بس اثنين بعد مو يعني ماكو بير مخطين لا تسيرك واحد واثنين ما في اثنين ماكو ماكو يعني استاذ هو الكور احنا ما قسمنا حتى السنه الجايه بس استندنا كل جيولوجيكال ريبورت جيولوجيكال ريبورت من اخذته مجرد انه انا اخذ في الانديكيشن يعني مالت الديستربيوشن اللي اسويه هو انا اعرف البروتوكول بروبرتي لان انت لازم تعرف البيسكس اللي هو ابو جيولوجيكال ريبورت شلون سوى اليمت فانت من تعرف البيس هو من باك الام اي والام بي تشوف انت اللوج داتا ما مغطى واحتمال اصلا المالت البروستي والبروستي ما له علاقه يعني انت تستند بس خليها جيولوجيك ريبورت يعني هو بالجيولوجيك ريبورت حسب الفايات واخذ الافريج تمام وياك انا هسه ما عندي اشكاليات هو انت بس تعرف اليونت شنو البيس مال شلون انا بقسم اكو مثلا باليونت استند على جيولوجيك ريبورت شغله ثانيه استول على البروفيزيكال بروبرتيز اللي هي خاصه بالبوروستي خاصه بالبرمابيلتي خاصه عندك من الساتوريشن الريزستيفيتي هاي كل هالمواضيع اللي انت تعطيها الكونستريشن وياك الابار وتقارنيها بس فيرست ستيب شنو اللي اسويها؟ اللي عنده جيولوجيك ريبورت يقول لي عندي اثنين اسقطهم هذول الاثنين زين البقيه شلون حعوفهم؟ ما يصير انا بس فادتني انديكيشن انه اكو فد اثنين احتمال الدبث مالهم مو صحيح احتمال تبع الجزء البتروفيزيكال بروبرتيز اللي تشوفيها برايك انه هذا المفروض تقسم خمسه هاي انا جزء يصير فيها سب زون فانت من تشوف من تشيكين لازم الزون بالجيولوجيك ريبورت ويا عندك اليونتس باللوج داتا اذا صار عندك مثلا بير بالابار ميسنج بها بالداتا باللوجز وما عندك كور الها فالحاله ايش حسوني؟ خو ما انا اعرف اقول
خلاص هذا عفوا هالحاله حتجي الخيار اخر اقل اكيورسي له اللي هو شنو الكورليشن ابدا انا اربط بيرين اربط بيناتهم اشوف هاي عندي خمس يونتات خمس يونتات احاول اربط بيناتهم قدر الامكان لحد ما اوصل للنت فهي هنا الفكره مو الفكره انه بس استند على جورج كوربورت واوف الباطل ما لازم انزل جورج كوربورت بعدين ابغى اعمل البروتوكول فيزيكال بروبرتيز باللوج واقارنهم احاول اسوي فت حتى لو ماتشنج بيناتهم بسيط بيناتهم وبعدين اضل اغير اتلاعب في الاعمام لحد ما اوصل فالمنطقه معينه تقول لي صح هاي المنطقه نزلت اوكي هذا بس هنا واكو بعد مشكله بهذا الموضوع اوكي زين سلموا فني الجهاز عفوا مثل مدينه لازم التقسيم مالها عفوا هذه عفوا اخذ البتروفيزيكال البتروفيزيكال تصير اوضح هذا زين كل واحد عنده وجهه نظر لذلك يتم قسمته ثمانية غير يتم قسمته ستة غير عشرة يجوز عشرين كل واحد حسب اوكي بس نرجع هسه هنا انا حولت الهم تكست فايل بس هاي ليش نفس الارقام ما لك علاقه هذا شو فايل يعني فايل على الاكس والواي اي يعني ثلاثه نفس كل ها اكس اسم البير اكس واي مجرد الاكس والواي هي المنطقه اللي اختلقت بيه البير اخترق بيها الفورميشن لها اكس واي فاذا كان ديفيتد يعني بير ديفيتد راح يختلف عن السيرفس بس بما انه كلكم فيرتيكال فتاخذ نفس الاكس والواي مالهم بس انت تحتاج بما انك داخل مال اكس واي وهي فيرتيكال انت ما تحتاج بس صحيح لو كان ديفيتد وير فتحتاج بس هسه ما تحتاج لانه هو ما اخذ الاكس والواي مال وير فسمبل يعني بس الاسم والتوب والمجرد وال يعني اليونت والتوب مالتها اوكي من انسرت نيو وير توبس كليك يمنه امبورت اختار هنا بترا وير توبس اسكي دوت ستار اختار نحتفل تفتح هاي الصفحه اول شيء الهدر هنا الوير نيم هنا الاكس هنا الواي الزد هذا الزد هو هذا هذا الزد شنو سعد؟ هذا الزد هو يعني سبتيفيدي يعني اكتيفيدي سبسي يعني جد ترو فيرتيكال ديث مجال عن السيرفس ممكن ما تدخل يعني مو شرط يعني هذا اوبشن مو واحد شنو فائدته؟ ما في فائده تعرف قد نازل جو ما في جو مستوى سطح البحر والمجر دبت من الكيبي اوكي وهو سيعطيني مسج يقول انت منزل اثنين ايش تريد؟ البقيه كلها ترى الاكس والواي خاف عندكم بالكيلومتر تحولوه بالمتر اوكي تضربه ثلاث اصبار تضربه في ثلاث اصبار اوكي معلومه يقول كونتين اكس واي وزد اند ويل نيم ان ميجر ديف اف اكزيست اند ميجر ديف تو بي يوز فور بوزيشن يعني الحين اجنور الزد الزد راح يعوفه لان هو اوبشن
راح اقول له اوكي شلون استعرضنا؟ اقول له اوكي طبعا هنا ما راح يبين الا اكبر شويه سيتنج ناخذ اسوي 300 ابلاي اوكي شوف شلون طلعت عندي التوبس ممكن افوت على راس اشوف الام اي وين شوف الام اي وين والام بي وهكذا تقدر تستعرض التوبات ها والوال سكشن شلون ها شلون استعرضها بالوال سكشن من الويندو اكو شيء اسمه نيو وال سكشن افتح الاوراق افتح البي اي واقدر افتح السكشن شلون يطلع توبات هذا الكوريشن اللي توبات شوف شلون بعدين سنزل والله اوكي طلاب بدينا شو معناتكم على اساس اليونتس الجديده لان احنا راح بعد ندخل يونتس بعد راح نشتغل عليه اوكي يعني شغل بترول ولا لا بس نعيد اليونت نعيد ترتيب اليونت ونشتغل بترول ولا بس ندخل على ها بس تعلم بس تعلم بس اليونتس تعيدوها مرة ثانية راح نظل نعيد بها هذه الآن